معي إلى جانبي حليمة قعقور وهي عضو التحالف الوطني لإطلاعنا على ما ينوي التحالف والقوى اليوم المنسقة على الأرض ينوون الإصدار بيان لتحديد الرد على ورقة الرئيس الحريري الاقتصادية. حليمة اليوم تحضرون لبيان على وشك أن يصدر البيان، ما هو أو ما هي أبرز النقاط؟ يعني بعد أن قال الشعب كلمته وبعد أن استرد السلطة الشعب يعني من أول مرة في لبنان، هناك في هذا البيان أول شيء التفاف على إرادة الشعب وضرب للديمقراطية. هذا البيان ليس ببيان جدي، هذا عن جد مثل يثير غضب الشعب أكثر ما أنه تقصدين ورقة الرئيس الحريري. أنا بدي أفهم البيان الذي ينوي أن تصدرونه. أولا يرد على ورقة الإصلاحات التي بضمن 10 نقاط. أول شيء عم ببين أول شيء عدم احتمال وعدم الاتنات فيزبل، ما لا يوجد أي احتمال لتنفيذ بعض البنود، فهي بنود وهمية. البنود الثانية هي بدون آلية وبدون آلية حقيقية للتنفيذ، فهي مجرد شعارات عريضة لا نعرف كيف ينوي تنفيذها. في بنود أخرى هي مهزلة، مثلا العفو العام. لماذا العفو العام؟ نحن نريد قضاء مستقل، نحن نريد محاكمة عادلة لكل من يوجد في البيان الذي تنوون إصداره. هل يحدد سقف التحركات؟ هل ستقوم بتحديد أماكن للتجمع كما يتم المطالبة اليوم وما نسمع مرارا وتكرارا أنه يجب فض هذه التظاهرات بالقوة أو قطع الطرقات يجب أن يتوقف بالقوة؟ القرار هو تقريبا موحد بين كل قوى المعارضة وبين كل الناس وفي كل المناطق، هو الاستمرار في كفل الطرق، في تسكير الطرقات، الاستمرار في المظاهرات. في نفس طويل عند العالم، في نفس طويل، ولكن في محاولات من قبل النظام للترهيب وللتخويف انه بالسلطه في قمع هذه المظاهرات، في انزال طابور اخر ضد الناس. بس انا بقول بشكل واضح، ما تخافوا استمروا. نحن بعد بقيلنا كم يوم، اذا ضغطنا بنفس الضغط واكثر نستطيع ان نسقط الحكومه. شكرا. مهم استمراريه الناس طبعا. شكرا حليمه، شكرا كثير لك. بالطبع سنكون مع تفاصيل اكثر عن البيان الذي من المفترض ان يصدر عن قوى تحالف يارا. يعني هذه هي الاجواء في كل المناطق، اقل في مدينه بيروت.